بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سنتناول الإكسل أوتوميشن، أي أتمتة الإكسل، وبالتحديد سنتحدث عن How to create an Excel file using Pandas، كيف يمكن إنشاء ملف إكسل باستخدام مكتبة Pandas. أولا بنفتح نافذة Terminal وبنقوم بتثبيت مكتبة من خلال الأمر التالي. بنكتب هنا pip install pandas ونضغط مفتاح الاختيار انتر بيثبت مكتبة pandas، لكن هنا كتب لي requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. نضغط نافذة التيرمينال وبنقوم باستيراد مكتبة pandas في الكود، فبنكتب هنا import pandas add ونعطيها الياسنين مثلا bd كاختصار لباندرز. هنا بقوم بانشاء داتا فريم من خلال متغير اسمه df مثلا، يساوي df بتعني داتا فريم، وبنكتب الياسنين bd.dataframe. من خلال الداتا فريم ميثود بنقوم بوضع البيانات. هناك طريقتين لادخال البيانات او عمل الداتا فريم، هي الطريقه الاولى وهي طريقه استخدام الدكشنري، وطريقة استخدام الديكشنري بتعني إدخال عمود ثم العمود الأول ثم العمود الثاني. وهناك طريقة أخرى ندخل صف البيانات صف بصف. لنستخدم طريقة الديكشنري أولا نضغط هنا brackets وبعدين نضغط curly braces. curly braces هنا لأن أنا بستخدم طريقة الديكشنري، طريقة القاموس، وطريقة القاموس بتعتمد على أزواج من البيانات. أزواج البيانات تتكون من الزوج الأول وهو الكي، والزوج الثاني يمثل الفاليو. الكي في هنا الدكشنري سيمثل رأس العمود الكولم هيدر، الفاليو هتمثل قائمة من البيانات توضع في العمود. لنرى ذلك، نفرض ان انا مثلا هعمل ملف عن الاصدقاء، فطبعا عايز اكتب اسم الصديق وعمر الصديق، فبستخدم هنا اكتب سنجل كوتس ونكتب هنا كولم هيدر هنا او الكي الخاص بالدكشنري، فبكتب مثلا هنا names وبعدها اضغط كولوم، ولان انا هدخل هنا قائمه البيانات فاضغط على square brackets وبعدين single quotes واكتب اسم الصديق الاول وليكن مثلا اسمه علي، وبعدين كوما ونكتب اسم الصديق الثاني وليكن عمر، وبعدين كوما ونكتب اسم الصديق الثالث وليكن ساره، وكده يكون انا كتبت العمود الاول. طبعا العمود الاول ده الكي وده الفاليو. الكي هنا رأس العمود الاول هو names، والفاليو الخاص به هي عبارة عن قائمة اسماء الاصدقاء علي وعمر وسارة. بعدها اضغط كوما لكي ادخل بيانات العمود الثاني. مثلا العمود الثاني يمثل edges، فاضغط هنا single quotes واكتب رأس العمود age العمر، وبعدين نضغط كولوم ونضغط سكوير براكت لأننا هدخل هنا الفاليو في شكل قائمة من الأعمار، فأكتب مثلا هنا عمر الصديق علي مثلا 22، وبعدين كوما عمر الصديق عمر 21، وبعدين كوما وندخل عمر الصديقة سارة مثلا 19، وبعدها من أول السطر بنحول هذه البيانات أي الداتا فريم نحفظها في شكل ملف إكسل، فبنكتب المتغير دي اف الذي يمثل الداتا فريم دوت، وبنستخدم الميثود هنا تو اكسل، ونفتح براكتس ونكتب هنا اسم الملف بين سنجل كوتس، فبكتب هنا مثلا اسم الملف ماي فريندز دوت ونعطيها الامتداد اكس ال اس اكس لان ده ملف اكس، ونضغط ران. هنا قال لي بروسيس فينيشد، العمليه تمت. لكي اعين ملف ماي فريندز دوت اكس ال اس اكس بنضغط على بروجكت، بنجد هنا ان الملف تم عمله. بنضغط هنا دبل كليك على اسم الملف بيفتح لي الملف. نجد هنا ان كتب لي هنا الكي الاولاني في الدكشنري names، وهنا الكي الاول يمثل رأس العمود او الهيدر. طبعا ده الهيدر الخاص بالكولم 1، والهيدر الخاص بالكولم 2 اسمه age. اما الليست هنا علي عمر سارة يمثل بيانات العمود الاول. اما 22 21 19 بتعتبر ليستة قائمة من الاعمار تمثل بيانات العمود الثاني، وكما نرى علي الايدج
22، عمر الايج 21، سارة الايج 19. بالنسبة لي هنا الكولم الاول بيستخدمه كاندكس كفهرس. نجد مثلا هنا الصف الاول وهي بيانات الصديق علي، الاندكس بتاعه 0، والاندكس كما نعلم هو عبارة عن رقم الصف بنطرح منه واحد، اي ده يمثل الصف الاول. الصف الاول هنا دايما الاندكس بتاعه هو 0، اما الصف الثاني الاندكس الخاص به هو 1، اما الصف الثالث الاندكس الخاص به هو 2. اي ان قيمة الاندكس هنا تمثل رقم الصف من البيانات نطرح منه 1. لنفرض ان انا اريد ان الغي الاندكس، عمود الاندكس ده عايز احذفه لا يظهر، نغلق ملف الاكسل، هنا بنضيف بارامتر جديدة هنا، فبنكتب هنا كوما ونكتب هنا index يساوي false، يعني لا تضع عمود الفهرس. نضغط run، قام بعمل ملف اكسل للمرة الاخرى. نفتح هنا اكسل، نجد هنا وضع العمود الاول هو names والعمود الثاني age، والاعمار كما نرى علي عمر سارة والage 22 21 19، لكن هنا بدون الكولم الخاص بالاندكس. لكن بلاحظ هنا كتب لي اسم الشيت شيت 1. لنفرض ان انا اريد ان اضع اسم اخر بدلا من كتابة الشيت 1، لان كتب لي الشيت 1 افتراضيا، بنضطر نضيف هنا الشيت نيم معامل ثالث اسمه الشيت نيم. فبنكتب هنا شيت اندرسكور نيم يساوي، ونضع هنا سنجل كوتس مثلا، عايز اكتب الشيت نيم فريندز فبكتبه مثلا فريندز الاصدقاء. نضغط ران، نفتح ملف الاكسل مرة اخرى، نرى هنا كتب لي شيت نيم فريندز بدلا من شيت 1 اللي كان بيكتبها افتراضيا. لنرى الطريقة الثانية في كتابة بيانات اكسل، وهي الطريقة الثانية بتعتمد على إدخال البيانات من خلال صف بصف، يعني بندخل بيانات علي وعمر أولا، وبعدين عمر والعمر الخاص به، وبعدها سارة والعمر الخاص بها. لنرى كيف نفعل ذلك، هي نفس الإجراءات لكن بطريقة أخرى. لنرى الطريقة الثانية في كتابة البيانات، وهي إدخال البيانات صف بصف. بنغلق نافذة بروجكت وبنحذف الكود التالي وبنكتب من اول جديد، مثلا هنا import bundle ونضع لها الياس نيم sbd، وبعدين بنكون متغير جديد اسمه df اي داتا فريم بيساوي، واستخدم الالياس نيم ايضا bd صالي bundles dot data frame، ونفتح brackets هنا نكتب هنا قائمة من الصفوف. طبعا القائمة من الصفوف عندي ثلاث صفوف، فأضغط هنا square brackets مرة وكمان مرة، المرة الأولى لأن أنا بكتب قائمة من الصفوف، والمرة الثانية اللي هي الخاصة بالsquare brackets الثانية لأن هكتب هنا بيانات الصف الأول. بكتب بيانات الصف الأول أيضا هنا في شكل أزواج، فبكتب هنا مثلا علي، وبعدها أضغط كوما وأكتب single quotes وأكتب عمر علي 22، بعدها أدخل قائمة بيانات الصف الثاني فأكتب كوما وأيضا أضف على السكوير براكتس وسنجل كوتس وأكتب اسم الصديق الثاني وليكن عمر، وأكتب عمر الصديق الثاني عمر فأكتب هنا كوما وبعدين سنجل كوتس وأكتب 21، وبعدها هنا بعد السكوير براكتس الخاصة بالإغلاق أدخل بيانات الصف الثالث، أضغط سكوير براكتس سنجل كوتس وأكتب هنا اسم سارة، وبعدها اضغط كوما وادخل عمر سارة 19. بكده انتهيت من ادخال قائمة بيانات الثلاث صفوف، وهنا بستخدم طبعا طريقة ادخال صف بصف. بعدها اخد كوما وادخل هنا الاندكس، عمود بيانات العمود الاندكس بيساوي بيانات العمود الاندكس هتكون في شكل قائمة، بفتح سكوير براكتس وسنجل كوتس واكتب مثلا فيرست ده الاول، وبعدين كوما سنجل كوت ده سكند ثاني، وبعدين سنجل كوتس واكتب ثيرد الثالث، وبعدها
بعد ما انتهي من ادخال العمود اندكس بضغط هنا كوما وادخل الكولمز اسماء الاعمده، فبكتب هنا الكولمز تساوي، وطبعا اسماء الكولمز ايضا هتكون في شكل قائمه، فبكتب براكتس واضغط هنا سنجل كوتس واكتب دي العمود الاول هنا خاص بالنيمز وبعدها كوما سنجل كوتس واكتب دي العمود الثاني خاص بالايدج العمر. بستخدم الداتا فريم واحول الداتا فريم هنا تو اكسل، اضغط دوت تو اكسل ونفتح البراكتس ونكتب سنجل كوتس واكتب هنا اسم الملف ماي فريندز دوت اكس ال اس اكس لان ده ملف اكس، اضغط رن لكي نرى النتيجة. اعطانا رسالة process finished، اضغط هنا على project اجد هنا اسم الملف my friends اضغط عليه double click اجد ان هنا تم تكوين الملف لكن بطريقة اخرى غير طريقة الديكشنري، وهي طريقة ان انا بدخل صف بصف. انا كتبت هنا قائمة رئيسية باستخدام السكوير براكتس الاولى، والسكوير براكتس الاولى بتعني مجموعة من الصفوف او قائمة من الصفوف، وادخلت هنا الصف الاول علي والعمر الخاص ب 22 كقائمة خاصة بالصف الاول، وبعدين عمر 21 كقائمة خاص بالصف الثاني، وضعت هنا سارة 19 بين سكوير براكتس كقائمة خاصة بالصف الثالث، وبعدين وضعت هنا العمود اندكس حددت بياناته هنا فيرست وسكند وثيرد ده العمود الخاص بالاندكس، وطبعا هنا في السطر اللي بعده هنا اديته امر انه هيحول الداتا فريم الى ملف اسمه myfriends.xlsx. طيب لنفرض ان انا عايز احذف عمود الاندكس، ايضا كما فعلت في المره السابقه بضيف هنا متغير ثاني، طبعا اغلق ملف اكسل اولا حتى لا يعطي مصيره خطا، وبكتب هنا كوما واكتب هنا اندكس يساوي فولس تعني لا تضع العمود الخاص بالاندكس، نضغط ران نفتح ملف myfriends.xlsx اجد هنا كتب لي الكولم الخاص بالنيمز والكولم الخاص بالايدج فقط بدون ظهور الاندكس. لنرى كيف يمكن تغيير اسم الشيت 1، طبعا هنا وضع الاسم الافتراضي هنا شيت 1، لنفرض ان انا اريد ان اضع اسم اخر غير الشيت 1 نضطر هنا اضيف الثيرد بارامتر هنا هو الشيت 2، بضيف هنا كوما ونضيف البارامتر الثالث وهو الشيت 2، فبكتب هنا شيت نيم سنجل كود ونضغط سنجل كود واكتب مثلا هنا دي فريندز الاصدقاء ونضغط ران قام بتحديث البيانات داخل ملف الاكسل، بنضغط ماي فريندز اكسل اس اكس اجد هنا كتب لي البيانات الداتا فريم هنا نيم وايدج وكتب لي هنا في الاسفل فريندز وطبعا هنا حذف الاندكس. الطريقة الثانية هي طبعا طريقة ان انا بكتب البيانات باستخدام صف بصف، لكن الطريقة الاولى كانت باستخدام الديكشنري فكنت بكتب البيانات باستخدام عمود بعمود. ان شاء الله سأترك لك هذه الاكواد داخل رابط في وصف الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.